جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وجب على الحاج فدية لتركه واجب من واجبات الحج وهو باستطاعته دفع مال الفدية ولكن عدل عن الدفع إلى صيام 10 أيام لاحتياجه إلى المال في تجارته أو في زواجه، فهل يجوز ذلك أو لا؟ إذا وجبت على الإنسان فدية وليس عنده مال يفضل عن حاجته الضرورية فإنه يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام. أما إذا كان معه مال فاضل عن حاجته الضرورية فإنه وهذا المال يكفي لشراء الفدية فإنه يجب عليه أن يشتري الفدية ويذبحها، لأنها هي الواجب الأصلي، والصيام إنما يكون بديلا عنها عند العجز، عند العجز عن قيمتها. ومن كان معه مال وهو يريد أن يتزوج فإن ثمن الفدية لا ينقص من هذا المال شيئا كثيرا يؤثر عليه، لا يؤثر. أيضا ثمن الفدية واجب ودين في ذمته، فيقدم أداء الدين الذي وجب عليه، يقدمه على مؤونة الزواج، والزواج يتأخر إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا دين وجب عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. ذكر التجارة أيضا شيخ صالح. التجارة من باب أولى. نعم، هذا موسر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن إذا ترك ثمن الفدية وعدل إلى الصيام وهو يريد أن يوفر للزواج أو للتجارة فعمله غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه قادر على الفدية. الله المستعان. وكما ذكرنا أن ثمن الفدية لا يؤثر على على مهر الزواج. نعم. من فعل ذلك شيخ صالح بما تنصحونه الآن؟ يذبح، ما يزال المجال باقيا. فيشتري فدية ويذبحها في مكة ويوزعها على المساكين، لأنه ذكر أنها جبران. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن.